البطولة هذه الحمد لله صاحب سمو الشيخ عمار بن حميد اختار لنا مكان يعني من أحسن الأماكن تقريبا الحمد لله في عمان، منظر يسعد الناس في أنهم يطالعون الخيل ويطالعون منطقة الزورة هني، فيها يعني مميزة بأشجار القرم والبحر، يعني منظر شوي حلو يطلع الناس شوي من إذا ملت من الخيل في فترة طويلة، لأن فترة الخيل والمسابقة مال الخيل يعني مدتها طويلة، تبدأ من الساعة 2 تخلص تقريبا الساعة 9:30 أو 10، فمرات الناس شوي تمل، لكن المناظر هاي والأشياء هاي اللي يشوفونها قدامهم، الشيخ كان قاصد أن الناس شوي يخوز الملل منها وتغير في نظرتهم للمكان. احنا نشكر صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي على رعايته للبطولة هذه، ونشكر صاحب السمو الشيخ عمار بن حميد ولي عهد إمارة عجمان على إشرافه على البطولة هذه، وكان تقريبا شبه يومي ويانا في المكان هذا والتنظيم، وكان حريص ان نهتم بالضيوف اللي هم جايين من ناحية المكان ومن ناحية تجهيز الاسطبلات للمشاركين في البطولة. تقريبا كان يعني ويانا مركز في كل شيء، الحمد لله هذا ساعدنا وايد وسهل علينا المهام اللي احنا نقوم فيها في البطولة، والله يسر لنا الامور الحمد لله. السنة هذه الحمد لله عدد المشاركين 300 راس، طبعا في لان فيها تأهيل، لو فتحنا البطولة بيوصل مال تقريبا مال 700-800 لين 1000 راس يوصل اذا تفتح البطولة هذه، ما يكون شوي صعب على المنظم. عشان كذا الحين عندنا في الدولة الحمد لله توزعت بطولات كثيرة، سمو الشيخ منصور بن زايد جزاه الله خير يعني مهتم بعد وراعي للبطولات هذه تقريبا في كل الدولة، توزعت البطولات الحمد لله في كل الدول، بحيث ان الشخص اللي ما شارك في عجمان بيكون عنده مجال يشارك في الفجيرة او في دبي او في ابوظبي، فعطى مجالات للناس كلها ان ما يكون فراغ في الموسم كامل، يعني كل شخص بيلحق انه يشارك اكثر من 5 أو 6 بطولات في الموسم نفسه. الجوائز المرصودة في بطولة عجمان السنة هذه يعني تعدت 3 مليون الحمد لله. طبعا مشاركاتنا قديمة جدا في بطولة عمان، طبعا السنة فاجئونا بهالتنظيم الجيد والتنظيم الجميل، يعني فعلا تفاجأنا بهذا، لكن مو بعيد على عجمان الشيخ عمار. وشاركنا طبعا بثلاث خيول حسب ما هو مقرر، وإن شاء الله بيكون لنا نصيب من الذهب كالعادة، نحن أبطال العالم تطلع من عمان عادة. مكان فعلا له دور، مكان جميل جدا، طبعا التغيير كامل استوى، يعني حتى التنظيم، المكان، يعني الترتيبات اللي استوت كلها طبعا كان مستوى عالي جدا جدا صراحة. ونحن نشكر المنظمين على البطولة هاي وعلى راسم الشيخ عمار. طبعا اليوم نحن في بطولة عجمان، البطولة تقام بلجان تحكيم من دول مجلس التعاون، كل هذا يأتي بتوجيهات ودعم صاحب السمو الشيخ حميد وراشد النعيمي، متابعة هذه البطولة والإشراف عليها تأتي برعاية واهتمام من سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد أمارة عجمان. الحمد لله اليوم في هذه البطولة في هذه المكان المميز لأول مرة في إمارة عجمان تقام هذه البطولة في هذا المكان الجميل. بالنسبة لعدد الخيل المشاركة، عدد الحمد لله عدد كبير، 311 خيل من جميع أنحاء الدولة. المشاركة مفتوحة لجميع المسجلين في جمعية إمارات الخيل العربية. في الحقيقة بالنسبة للمكان، هو مكان جيد، مكان ممتاز، ومكان فيه طبيعة، والحمد لله احنا من كثر ما شفنا وقعدنا مع الشباب المشاركين في هذه البطولة أشادوا في تنظيم هذه البطولة في هذا المكان الممتاز.